العمل مستمر بمشروع تبليط شوارع القطعة 1 مقاطعة 12 وادي العين الجنوبية اللي هي منطقة رجم حديد دور النواب ضباط. الحقيقة باشرنا قبل شهر تقريبا، يعني حاليا مرحلة صب بناء القوالب وصب الشوارع وصلنا مرحلة كلش يعني متقدمة بالعمل، والعمل مستمر وإن شاء الله يعني نسبة إنجاز جيدة ومستمرين. أكو يعني عندنا مشروع مجاري، عندنا مشروع أكملنا مد الأنابيب، هو كان أكو مشروع مد أنابيب بإسالة تكملة تعزيز للشبكة القديمة، كملناها بطول 1500 متر كملناها، وحاليا يعني إن شاء الله راح نباشر بمد مجرى بالمنطقة قبل إكمال صباق الشوارع. طبعا الحمله راح تشمل كل المنطقه. اكيد اكيد كل المنطقه. هو اكو موضوع انه الشوارع احنا عندنا خارطه افراز بها الشوارع الرسميه المحدده، هذه الشوارع ان شاء الله كلها مشموله حسب الكميه اللي عندنا. اكو شوارع يعني اكو ملاحظه انه اكو شوارع استجدت بسبب التجاوزات، يعني قطعه بنوا تجاوزات فصار شارع، هذا الشارع ما رسمي ما ممكن يعني لا يسعنا ما نقدر نبلطه. واكو شوارع خارج القطعه ايضا هم طالبونا بتبليطه بس منطقة ما مفرزة، منطقة بيضاء هم ما نقدر، يعني جت شكاوي كثيرة يشكون انه المهندس ما يقبل يبلط الشوارع. انا اكو سبب، يعني اول شيء قلت لك انه شارع التجاوز ما معقول يعني بلط شارع التجاوز المواطنين سووه، او انه خارج القطعة خارج منطقة بيضاء غير مفرزة، يعني ما اعرف ايش قد عرض الشارع. اكيد السيد المحافظ يعني متابع الموضوع بنفسه واجرى اكثر من زيارة، شرفنا بتواجده ودعمه وكثير امور سهل لنا هي، وكذلك السيد مدير بلدية الموصل السيد مدير المشاريع، وان شاء الله يعني ان شاء الله بمدة قياسية ان شاء الله سيتم اكمال هذا المشروع.